معركة ذات السلاسل. الزمان في السنة 12 للهجرة من شهر محرم، والمكان قرب كاظمة. سميت بذات السلاسل لأن جيش الفرس جعلوا السلاسل في أرجلهم حتى تكون صفوفهم واحدة ولا يهرب منهم أحد. إليك قصة هذه المعركة العظيمة. بعد أن أتم الله على المسلمين توحيد الجزيرة العربية، أمر خليفة المسلمين أبو بكر الصديق خالد بن الوليد بأن يخرج إلى العراق ليفتحها ويمهد لفتح فارس، فخرج بجيش قوامه 18,000 جندي. هدفه كان أن يسيطر على ميناء الأبلة، وهو عصب التجارة الفارسية. هرع الفرس لتجهيز جيش قوي يرد جيش المسلمين. عبقرية استثنائية أكرم الله بها خالداً، وذلك بأن جعل جيش الفرس بأعداده الكثيرة وأحماله الثقيلة يسير من الكاظمة إلى الأبلة، ومن ثم يعود إلى كاظمة، وذلك بسبب فكرة سربها خالد أنه سيهاجم ميناءهم الأساسي. والنتيجة كانت أنه في كاظمة يريح جنده ويسوي صفوفهم، وجيش الفرس وصل متعباً ومرهقاً بسبب هذه الخطة. تمكن خالد بن الوليد من قتل قائد جيشهم هرمز بعد مبارزة شديدة دست فيها مكيدة أريد بها الغدر بخالد، إلا أن النتيجة كانت أن قتل قائد جيشهم والمعركة لم تبدأ بعد. وفي هذه اللحظة العصيبة التي يعيشها جيش بلا قائد، باغت خالد الفرس وشن هجومه عليهم، فأظفرهم الله بهم، وانتصر المسلمون انتصاراً عظيماً على الفرس، وعادوا بغنائم كثيرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك معركة أخرى تسمى بذات السلاسل، هل تعرف من كان قائدها ومتى كانت؟